بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو السبب في كلام الناس في الدين بغير علم. وطبعا هذه المحاضرة هي من سلسلة مبادرة فكر، والتي من خلالها أحاول أن أشجع الناس على التفكير وتدبر الأمور لكي يزيد ذكائهم واستيعابهم، وذلك سيكون سببا إن شاء الله في رؤيتهم لصدق كلام الله عز وجل في القرآن الكريم وتطبيقهم لهذا الكلام عمليا في حياتهم. فاليوم إن شاء الله موضوع المحاضرة هو ما هو السبب في كلام الناس في الدين بغير علم. وكمقدم لهذا الموضوع، إذا الإنسان تفكر في ملاحظة يراها حوله، لأن إذا سألت إنسان في أي علم غير الدين، مثلا في الفيزياء، ولم يكن عنده علم في السؤال، فستكون الإجابة هي لا أعلم. يعني مثلا إذا سألت إنسان عن مثلا ما هي الوحدة الأساسية للطاقة، عن طاقة الوضع، ولم يكن عنده مثلا يعني علم فيها، سيقول لك لا أعلم. أما الملاحظة التي في الوهلة الأولى تبين يعني تبدو غريبة، إذا سألت إنسان في الدين ولم يكن عنده علم في السؤال، فإنه سيجيبك دائما، أي أنه دائما عنده رأي في الدين. يعني تلاحظ جميع الناس إذا سألت سؤال في الدين، سواء يعني عندما لا يكون عنده علم فيه، سيقول لك رأي، دائما يجيبك. والملاحظة كما أيضا غريبة بأنه الإجابة دائما تكون معارضة لهدى الله في القرآن الكريم. يعني إذا سألت إنسان في الدين ولم يكن عنده علم بالسؤال، ودائما سيجيبك، دائما عنده رأي. وإذا تفكرت في هذا الرأي وعرضت على القرآن الكريم، تلاحظ دائما معارض لهدى الله في القرآن. فهذه ملاحظة أراها حولي طوال الوقت. فلنستعين بالله عز وجل ولنرى كيف يعلمنا الله عز وجل يعني حل هذا الشيء الغريب. فإذا تفكرنا هنا، الإجابة هنا في سورة الحج آية رقم 3، الله عز وجل يجيبنا على هذا التدبر أو هذا السؤال. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. إذن الله عز وجل يخبرنا هنا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذا الذي يقول لك رأي ويجادلك يعني بدون علم، ودائما عنده رأي في الدين. الله عز وجل يقول: ويتبع كل شيطان مريد. يعني الله عز وجل يجيبنا هنا بأنه السبب في أن كل إنسان يعني يتحدث في الدين بدون علم هو الشيطان. ونتعلم أو تعلمنا أيضا في محاضرات سابقة لي بأن الشيطان يؤثر علينا عن طريق الصوت المطابق صوت النفس. يعني كل إنسان يسمع شيطان وقرينه في عقله بصوت مطابق صوت النفس، تخطر له خواطر وأفكار ويعتقد أن نفسه تحث بها ولكن من قرينه. فعندما تسأل سؤال في الدين ولا يكون عندك علم فيه، فورا شيطانك في عقلك بصوت مطابق لصوت النفس وباللغة التي تعرفها، باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، يعطيك يعني رؤيته أو رأيه في هذا السؤال. وبما أن الشيطان يعطيك رأيه في هذا السؤال، فيكون دائما معارض لهدى الله في القرآن الكريم، ويعتقد الإنسان بأنه ذكي جدا، بأنه تخطر له هذه الأفكار وأنه عنده رأي في الدين. فهذا هو السبب في أنه الناس يتحدثوا في الدين بغير علم، وأن كل إنسان دائما عنده رأي في الدين ودائما يعني يتحدث بدون علم فيه. وخطورة هذا الأمر يصفني يبين لنا الله عز وجل هذا في القرآن الكريم في سورة الحج آيات من 8 و9. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إذا الموضوع إخواني إخواتي خطير جدا، الجدال في الدين بغير علم ولا مرجعية، ولا يعني مرجعية قصدي فيها أنه لا ترجع للقرآن الكريم لتجيب على هذا السؤال، خطير جدا. فالله عز وجل يقول في الآية: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
فالموضوع خطير جدا. فيا يعني إخواني إخواتي، رجاء كن حذر، وعندما تسأل في الدين تفكر في كتاب الله عز وجل لتجد الإجابة. أما تسمع لقرينك شيطانك بصوت مطابق لصوت تفكر في عقلك، وتسمع في عقلك أفكار تجيبك على هذا السؤال وآراء، ودائما لاحظ سبحان الله العظيم عندما يعطيك شيطانك في عقلك بصوت مطابق صوت نفس، الجواب دائما يكون معارض لهدى الله في القرآن الكريم، ولكن يعني في غالبية الأحيان يظهر في الظاهر وكأنه منطقي، ولكن عندما تفكر في هذه الوساوس التي تسمعها من الشيطان في عقلك تراها معارضة لكتاب الله عز وجل. وأعطيك مثال الآن إن شاء الله. المثال هو التالي: إذا سئل إنسان عن الله عز وجل، فنلاحظ يعني نلاحظ يعني كيفية تطبيق هذا الكلام. إذا سئل إنسان عن الله عز وجل، فتجد بأنه أكثر من 1,000,000,000 شخص على وجه الأرض يجيب عن بأهواء، وطبعا الآن فهمنا الأهواء هذه تأتي من الشيطان، يوسوس له شيطانه في عقله، يقول له بأن الله هو واحد في ثلاثة، وأن له ابن وله زوجة، وهذا الحال مع النصارى. فوسوس الشيطان للنصارى وعلماء النصارى بهذه الكذبة. مثلا وسوس لعلماء الهندوس وللهندوس، وقال لهم بأن الله موجود في كل شيء، في البقرة وفي البشر وفي الحجر، وبالتالي لماذا لا تعبد البشر والبقر والحجر؟ وبالتالي أصبحت هناك الديانة الهندوسية. مثلا عند اليهود وسوس لعلماء اليهود ولليهود بأن الناس الآخرين لا يساووا شيئا، وأنتم كل شيء، فلماذا لا تؤذونهم، وكل هذا الكلام. فإذا نلاحظ كيف أن الإنسان يسمع في عقله وساوس، عندما خاصة عندما يسأل في الدين ويجيب بدون هدى ولا كتاب منير، وهذا طبعا شيء خطير جدا. ونلاحظ بأن كل هذه الآراء حول الله عز وجل تعارض هدى الله في القرآن الكريم في سورة الإخلاص. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإن شاء الله أخواني إخواتي لاحظنا يعني خطورة الكلام بغير علم. ولمعرفة التفاصيل أكثر عن كيفية تأثير الشيطان على كل إنسان فينا، الرجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com، ويمكن التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني zedquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.